كانت إيران في حاجة إلى قنبلة تنفجر في العراق من الداخل ليتسنى للحرس الثوري عبور نهري دجلة والفرات على أنقاض ذلك الانفجار، ولم يعرف العراق قنبلة أشد فتكاً بمصيره ومستقبله أكثر من أبو مصعب الزرقاوي. تحت ضغط والدته تردد الزرقاوي على مسجد سيطر عليه أحد منظري السلفية الجهادية. كان إمام المسجد يدعى أبو قتيبة الأردني، زعيم مكتب خدمات المجاهدين التابع لتنظيم القاعدة في الأردن. بدأت لقاءات أبو قتيبة والزرقاوي عام 1988. در حقیقت اون زمان، یعنی سالهای 80 میلادی، افغانستان تبدیل شد به مدرسه آموزش حتی برای سپاه پاسداران، یه سپاه قدس ایران، و آقای سلیمانی و حتی فرمانده امروز سپاه قدس آقای قانی در جریان جنگ افغانستان با شوروی اصلا آزموده شدن اونجا هم رابطه‌های برقرار شد.